راح نبلش وياك بعشر أسئلة. أريد من الجواب سريع لكل سؤال. إن شاء الله. أخاف من المجهول. أحب في الرجل حنيته. ما لقيتي هاي الحنية اليوم؟ لا، يمكن لأنه فقدت والدي الله يرحمه بوقت مبكر من عمري، فأبحث عن هذه الخصلة دائما في الرجل. لقبك المفضل؟ أم رنس. وصفك بكلمة. وصفي بكلمة ما أعرف، يعني مو هاي شوية توقعنا بمطبات إنه توصف نفسك بشكل إيجابي. كشخصيتك توصفين نفسك؟ العناد. عنيدة؟ جدا. وين وداك عنادك؟ بصراحة حتى ما أخفيك، يعني واحد أفضل إنه يعني يعترف بأخطاء أو بسلبيات شخصيته، خسرني هواي أشياء. أغار من؟ أغار من التفوق في المهنة. حلو. لا أتنازل عن كرامتي. كرامتك. عيبي الكبير؟ ما أنسى نهائيا. تنسين لو تتناسين؟ أتناسى حتى تمشي العجلة، بس ما أنسى. واللي أديش ما تنسين؟ هو هذه المشكلة، يعني اللي أذيني ما، بس بنفس الوقت أكو تركيبة غريبة شوية بشخصيتي، ما أنسى بس ما أحقد. ما تردين؟ لو تنتظرين الوقت المناسب. إذا شخص يهمني أكيد راح أرد، بس من تتجاوز شخص وما ترد عليه أكيد هذا، يعني هذا عنوان ورسالة واضحة إنه أنت لا شيء. عيبي الكبير؟ قلت لك العناد هو العيب الكبير بالشخصية. العناد. عنيدة كلش؟ جدا. أقرب شخص إليك؟ بنتي. الله يخليك إياها. الله يسلمك. شنو الشيء اللي تحبيه بشكلك وتكرهيه؟ الشيء اللي أحبه بشكلي شامتي. أحب شامتي هواية، لأنه يعني قليلة موجودة. صحيح. وهي اللي تميزني تقريبا. وأكره في شكلي الوزن، دائما وزني يعني يعاندني ويطلع، يعني ما سيطر عليه. انت عندي صفة العناد، والوحيد اللي عاندش بالحياة الوزن. الوزن اللي عاندني الشيء الوحيد. نقطة ضعف. بالضبط. نقطة ضعفي دموع بنتي. انا دائما اسال ضيوفي هذا السؤال، اللي هو اللي يدوس على نقطة ضعفك يخسرك لو يكسرك؟ لا، يخسرني. خسرتي هواي ناس لو خسروك؟ مو مدح بنفسي، بس أعتقد أني إنسانة معطاءة في كل المجالات، على صعيد الصداقة والعمل والحب فأعتقد متباهي، بس أكيد الطرف الآخر هو اللي يخسر. كل هذا اللي قلتي، العطاء والحب وأكثر، رح نتعرف عليه ويا ضيفتي بعد هذا الفاصل.